الهدنة التي أقرت في اللحظات الأخيرة ولا يزال مصيرها معلقا كما حدث في كل المرات السابقة تعلق عليها أمال كبيرة هذه المرة. إن لم يكن لإيقاف الحرب فليكن للسماح بإدخال المواد الإغاثية على الأقل. منظمات الإغاثة الدولية التي فشلت في الاختبار الإنساني في الأزمة اليمنية طوال أشهر الحرب ترى في هذه الهدنة فرصة لإنقاذ ملايين اليمنيين المحاصرين منذ أكثر من عام. عدد من الوكالات والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حذرت من أن حدوث خرق للهدنة ووقف إطلاق النار كما حدث في المرات السابقة سيكون كارثيا هذه المرة مع بلوغ الحالة الإنسانية في البلد مستوى غير مسبوق من التدهور. 16 منظمة إنسانية عاملة في اليمن قالت في بيان مشترك أن بدء الفترة المعلنة لوقف إطلاق النار يأتي في لحظة حاسمة تقف فيها البلد على حافة الهاوية محذرة جميع الأطراف من مغبة خرق هذه الهدنة. وذكرت الوكالات والمنظمات الإنسانية في بيانها المشترك أن الحرب تجبر ما يقارب 7000 يمني على النزوح من منازلهم وتوقع ما يقارب 25 مدنيا بين قتيل وجريح بشكل يومي فيما يتعرض مستشفى أو مدرسة لهجوم كل 3 أيام. وضع إنساني مزر ودعوات متصاعدة لإيقاف الحرب أو السماح بإدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين ولكن الميليشيا لا يهمها شيء من ذلك فبعد دقائق فقط من بدء سريان الهدنة كانت الميليشيا تواصل حربها غير آبهة لشيء.